ماجد انت والسوشيال ميديا اصحاب؟ اقول لك على حاجه عجيبه حصلت قوي. لا مش اصحاب قوي للاسف الشديد، مبدئيا كويس قوي، يمكن دي تاني مره او خامس مره. يا جماعه انا ماليش صفحه ولا حساب على الفيسبوك، في واحد مريض بينتحل شخصيتي اكيد حضرتك طبعا. انتوا عنده سلمولي عليه. واحد يا جماعه بينصب باسمي، انا ماليش صفحات ونزلت في كل الجرايد والمجلات، وبرضه الناس بيخشوا عنده استاذ ماجد استاذ ماجد. مش فاهم انا، حاجه عجيبه جدا. مرات السوشيال ميديا عم تستعمل لطريقه سلبيه، مش بس لطريقه انا سلبية. عندي ده، انا عندي الانستجرام بس. أوكي. فقط لا غير، ده نقطه التواصل بيني وبين الناس فقط لا بيرفكت. غير. صور الحلقه حيكونوا على الاكونت تبعك، حنعمل لك تاج من الحياه حلوه وضربه حظ ومن الاكونت وانا تبعي، موافق وبنقول هاي لكل الفانز تبع ماجد المصري اللي حبيبتي. بنحبهم كثير.